تبرير الحكومة الإيرانية لعدم وجود وزراء سنة في الحكومة الإيرانية، وكذلك عدم وجود مسجد السنة في طهران رغم الأعداد الكبيرة منهم في المدينة. يعني بعض الأشياء، عدم وجود وزراء سنة ما أدري، تسأل الحكومة الإيرانية ما تسألني لي. أما عدم وجود مسجد للسنة هذا ما أعتقد صحيح، في مساجد، إنما صلاة الجمعة صلاة واحدة في طهران، لذلك يقولون في مساجد كثيرة في طهران، ما طهران في مرة حتى شفت تحقيقات عنهم. وهذه المساجد بعدين ما في مسجد سني وشيعي، المساجد لله، المساجد لله، كل واحد يصلي، ما حد يمنع أحد يصلي فيها، المساجد الناس كلهم يصلون فيها، سنة وشيعة يروحون يصلون فيها، وهذا خطأ نجعل المساجد للشيعة ومساجد للسنة. من قال لك أصلا مساجد للشيعة ومساجد للسنة؟ هذه الفكرة خطأ، يعني السؤال هو أساسا خطأ والفكرة خطأ. ليش ما عندنا مساجد للسنة؟ ليش ما عندنا مساجد الأحناف؟ بعدين تروح للسعودية تقول ليش ما عندنا مساجد للأحناف في الرياض أو في مكة؟ صحيح سؤالك هذا؟ المساجد لله، كل واحد يروح يصلي بمسجد. أو لا، لماذا لا يوجد مسجد للشوافع في المدينة؟ شنو الشوافع؟ شنو أحناف؟ شنو سنة؟ شنو شيعة؟ مسجد، وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تقول مسجد شيعي ومسجد سني ومسجد حنفي وحنبلي ووهابي ومدري شنو. لازم تفتح، أحد منع أحد يصلي فيه؟ هذا إذا أحد منع خطأ. أما إذا مساجد مفتوحة للجميع والناس يصلون فيها جميع، فلماذا أن تكون هناك؟ مو بطهران أتكلم، عموما في كل مكان من خطأ إحنا نخلي المساجد تابعة لطائفة أو لجماعة أو لحزب، حتى مسجد للحزب الفلاني مسجد للحزب الفلاني، هذا صحيح؟ بعدين ليش ما في مسجد للحزب الفلاني في هذا البلد؟ هو أساسا من قال لك يجوز أن تسوي مساجد للأحزاب؟ مساجد لله خليها بدون أي عناوين، بدون أي أسماء طائفية، بس حطيت اسم طائفة على الاسم صار سياسة، صار سياسة وصار لعب وصار مؤامرات وصار قضايا فتنة. فلا تخلي اسم طائفة على مسجد، كل مسجد هم من الشيعة هم كفار، مسلمين روح صلي وياهم، أو السنة كفار روح صلي ويا السنة، وين ما يكونون، مش شيعة يصلون في المسجد الحرام مع السنة؟ فما كل شيء اسمه السنة وشيعة. هذا احنا واقعين في مشكلة، أنه تقسيم المساجد سنة وشيعة وحنابلة وصوفية ومدري وهابية وكذا وكذا، هذا خطأ، خطأ. بس تحط عنوان على المسجد أنت دمرت المسجد، فسدت المسجد، ما صار مسجد ضرار، ما صار مسجد لله تعالى. أمورك العبادية كالصلاة مثلا تأخذها من الفقه الحنفي أم من الفقه الجعفري؟ وشو الفرق بين الفقه الجعفري وبين الفقه الحنفي بالصلاة؟ الله يخليك إن شاء الله. العبادات متواترة من النبي، صلاة صبح ركعتين والظهر 4 ركع والمغرب 3 ركع والكذا 4 ركع. فمسائل عبادية مسائل طفيفة، الوضوء مالك توضع الشكل ولا توضع الشكل، شو الفرقة؟ بالتالي تغسلت إيدك هذه سواء من هنا ولا من هنا، يعني الصلاة تتكتف مثلا ولا تسبل، كيفك حط يدك لي وراه، ما مو مشكله، ما حد ما صلاتك ما تبطل. فهذه اشياء قشريه، ما نخليها هي في قضيه كبيره انها صارت علامات على الشيعة والسنه. كيف التعرف على الفكر الشيعي بشكل صحيح؟ الكتب التي تنصح بقراءتها للتعرف على الفكر الشيعي القويم. اخي العزيز، عندنا شيء اسمه اهل البيت عليهم السلام، الامام علي، الامام الحسين، الامام ائم الاخر، في عندهم علم، في عندهم سيرة، في عندهم ثورة، في عندهم أخلاق، في عندهم قيم، عندهم تجسيد وتطبيق للإسلام بشكل أفضل من غيرهم اللي كانوا حكام ظلمة طغاة، يعني يفسدون في الأرض، وذول راحوا بالتاريخ، بس إحنا نقتدي بهم. الآن ما عندنا شيء اسمه شيعة وسنة، شيعة وسنة راحوا قبل 1400 سنة. الآن عندنا القضية موجودة في البلاد الإسلامية، أن الأنظمة تكون منتخبة من الشعوب وتكون ديمقراطية، تكون معبرة عن الناس، في محاسبة لهم، في مراقبة لهم، ولا الحكام يفعلون ما يشاءون وهم أرباب من دون الله، طغاة مستبدون في كل البلاد. الثروة العامة الوطنية مليارات نستخرجها من كنوز الأرض،
وناخذها نخليها لصالح الناس، ولا نعطيها للمستعمرين والمستكبرين وللإمبرياليين حتى هم يبنوا بيها بلادهم واحنا بلادنا تبقى فقيرة؟ هذا هو السؤال يا أخي العزيز. لا تسألني شنو الفكر الشيعي أو شنو الفكر السني، يفيدك الآن. الآن في عندنا مشكلة العدالة، مشكلة العدالة وتوزيع الثروة بشكل عادل والحكم بصورة عادلة، وهذا ما يمكن يتحقق إلا في ظل الديمقراطية، الديمقراطية السليمة الصحيحة. ونحن عندنا أنظمة مستبدة طاغية عميلة للمستعمرين، تنهب الثروات وتشعل الحروب وتقتل الناس وتذبح وتفسد في الأرض، وهي سمي نفسها شنو؟ سميها شيعية أو سنية، هو خطأ. فعندنا شعوب مظلومة مضطهدة محرومة، وعندنا أنظمة طاغية مستبدة مستكبرة وعميلة للمستعمرين والصهاينة. هذا أسألني عن هذا المعركة الحية الحقيقية الموجودة اليوم، لا تسألني عن قضية تاريخية قبل 1400 سنة، أحزاب سياسية كانت وراحت وخلصت. محمد حسين شمس الدين يقول: ما سر المعجزات الحق